أوديولابي، شارك المعرفة. خمس أفكار مشاريع إلكترونية ناجحة على الإنترنت. مرحبا بكم أيها الرائعون في مقال صوتي جديد. بداية، ادعم قناة أوديولابي بالضغط على زر لايك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديدنا. الإنترنت أصبح بدون منازع الحل العملي المميز للغاية لبدء عمل تجاري. بفضل العولمة وهيمنة شبكة الإنترنت، أصبحت الأعمال التجارية على النت خياراً أفضل لمن يرغب في بدء عمل جانبي لتحقيق دخل إضافي، أو حتى يطمح لأن يكون له عمل خاص. فيما يلي خمس أفكار مشاريع مربحة على النت، ولكن قبل أن نكمل وفي هذا السياق ندعوكم للاستماع إلى ملخص كتاب صوتي 100 قانون صارم للنجاح في دنيا المال والأعمال لبراين تريسي. حمله الآن عبر متجر أوديولابي audiolabi.com. أولاً، الكتب الرقمية. إن إعداد الكتب الرقمية هو مشروع تجاري ممتاز لأولئك الناس الذين يرغبون في إعداد عمل تجاري رقمي مربح بطريقة سريعة وسهلة. إن الكتاب الرقمي هو أداة شائعة جداً ومطلوبة كثيراً من قبل المستخدمين على الإنترنت. هذه الفكرة هي الأفضل من أي أفكار مشاريع إلكترونية ناجحة على النت. يمكنك نشر كتابك الأول عبر lulu.com، وهذا طبعاً ليس إعلاناً مدفوعاً. ثانياً، الدورات التعليمية أونلاين. يزداد الطلب على الدورات التعليمية بشكل متزايد في العالم بأسره. السبب الكامن وراء ذلك هو أنه توجد الكثير من المزايا من أجل الجميع، من أجل الطلاب وكذلك المعلمين. فمن المزايا التي يكسبها الطلاب أنهم لا يضطرون للخروج من المنزل وتنقل من أجل حضور دورة تعليمية. ومن المزايا التي يكسبها المدرس أنه يستطيع تسجيل دوراته التعليمية مرة واحدة فقط وبيعها إلى مئات وآلاف الطلاب في العالم بأسره. ومما لا شك فيه أن العائدات المادية المتحققة من التعليم الإلكتروني كبيرة جداً. يمكنك الاستعانة بمنصة udemy.com لنشر دورتك الأولى، وهذا أيضاً ليس إعلاناً مدفوعاً. ثالثاً، مشروع منتج إلكتروني خاص. الكثير من الشباب العرب حققوا الثراء من خلال هذا الطريق. فؤاد بدوي مصمم وصانع قوالب الووردبريس الذي حققت قوالبه مبيعات تجاوزت المليون دولار في مجموعها. أما أنت فيمكنك صنع أي منتج رقمي آخر في مجال اهتمامك بحيث يمكن بيعه عبر الإنترنت. منتج تتعب عليه مرة ثم تبيعه ألف مرة. منصة شوبيفاي يمكن أن تساعدك على ذلك، وطبعا هذا ليس إعلانا مدفوعا. رابعا، التسويق بالعمولة أو الأفلييت. إن التسويق بالعمولة هو فكرة من أفكار مشاريع تجارية مخصصة للأشخاص الراغبين في العمل من خلال الإنترنت دون أن يتوجب عليهم التعامل مع بضائع. يتاجر المسوقون بالعمولة بالمنتجات ويحصلون على العمولة في كل مرة تتحقق فيها عملية بيع يكسبها المنتج. من برامج التسويق بالعمولة نذكر برنامج جمالون لبيع الكتب وبرنامج سوق.com. المحتوى الرقمي الحر. زيادة الطلب في مجال إنشاء المحتوى عبر الإنترنت في تزايد مستمر، حيث أصبح إنتاج المحتوى من المشاريع ذات احتمالات النمو الحقيقية على المدى الطويل. يمكنك البدء في إنشاء مدونتك الخاصة عبر blogger.com، وستجد في مربع الوصف دورة مجانية لاحتراف بلوجر تقدمها لكم قناة إلياس تك. إلى اللقاء.